ها يا ابو، اللهم لك الحمد. ايش ذا؟ وين عبد السلام؟ وين راح؟ ما ادري عنه يا رجل. نصيحه واحده، اي ما جاء ما عليه الا لما جاء في ذي الاوقات. خلنا صح درج اخو محمد، صدق الصراف ما هذا ما يحتاج. خله طبيعي، لا بد بر الوالدين هذا ما يحتاج. احنا طيب. لما نجي الاشياء اللي ممكن تقربهم منها ايش؟ طيب ان الله يعينهم على هذا الشيء. خلي النصائح شوي. تفضل. وعن اذنك يا ابو نايف. تفضل. طبعا احنا عندنا وقف اليتيم. هو هذا اللي انا بأصل له النصائح هذه توصلها للاوقاف. يا سلام عليك. عندنا وقف اليتيم. يا شباب الله يعطيكم العافيه. تفضل. ابيك تتفضل تتكلم عن وقف اليتيم، فضله التبرع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وسارعوا الى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. المتقين. من هم المتقين يا ربي؟ اعدت للمتقين عشان ما الف في الايه. خذ راحتك. ايوه عشان ما الف. لا اله الا الله. طبعا طلعوا الباركود حق الجمعيه وكم التبرع يا شباب. الشريط اللي تحت الشاشه. الله يهديك. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. المتقين من هم يا ربي؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله ذكرك يقول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون. صح أنك مقصر في صلاتك، ترى الصدقة تطفي غضب الرب. نعم. لو كنت مقصر حتى في بر والدينك الله يجزي اسمه يعفو عنا ويسامحنا. الله سبحانه ترى يقبل شيء بشيء، بس قبول الله غير من اللي أنت تسوي. قبول الله يتعوض. يا سلام. الريال هذا اللي بتحطه في الوقف يتيم، وقف يتيم، الرسول يقول أنا وكافل يتيم كهاتين في الجنة. يعني أشياء كلها واضحة قدامك، أنت لو الريال هذا اللي بتصدق الله يقبله أضعاف مضاعفة. والله يمحو عنك ذنوب أنت تسويها والخلوات، ترى ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات أعوذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يحب المنفقين. ومن يقرض الله قرضا حسنا. يعني الله سبحانه وتعالى يحب المنفقين. صحيح. والصدقة كذلك اسمها تعالج بها. الخير هذا يا ابو الاخ عبد السلام منين جاك؟ جاك من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. تصدق. اذا توفيت قال وش تتمنى وانت راجع للدنيا؟ قال لا تصدق. لا تصدق. الصدقة شانها شان ولها شيء كبير على الانسان في الدنيا وفي الاخرة. في الاخرة بتلقى جبال من الحسنات، وفي الدنيا بيسر الله لك ويفكك الله كربة. ويبي يزين خاطرك وبيرزق الله بالذرية الصالحة وبيرزق الله بالمال وبيرزق يعني الله يبارك لك في كل شيء. نعم. الحين أنت اللي تسمعنا ما معك شيء، على قد حالك، الله يرزقنا ويرزقك، بس تقدر ترى تفعل عمل خير. عبيد فارس يعني يذكر عمل الطيبين صراحة. في وقف من الأوقاف عبيد فارس ممكن هو نصه سعب وجهه من غير اللي تفعل. سعب وجهه. طول في عمرك والدال على الخير. وتقفل الوقت ايامنا. تقفل الله يبيض ابو فارس. انا اجر الجميع ان شاء الله. أيوة. عرفت ترى اعوذ بالله من الشيطان. انا وكاف اليتيم كهتين في الجنه هذه ما لا، بس انا اتكلم عن ايش؟ الدال على الخير كفاعله. صح. ريتويت، احد يشوفها، احد دخل على الرابط عن طريقك في سنابك في الانستغرام في اي شيء كان، في مقطع في التيك توك دخل على الرابط وحط ريال، انت لك مثل اجره. صح. انت تركها في اليتيم مثله. انت. نعم. تركها في اليتيم مثله عن طريقك هو. انت بس حاط رابط، انت حطيت رابط في سنابه في اي شيء. لا اله الا الله. فاسال الله العلي العظيم ان الله يرزقنا ويباركنا وان الله آمين. يدلنا على فعل آمين. الخير في آمين. اي مكان واي زمان. امين امين. الله يجزاك ابو فارس. الله يجعل موجه حسناتك اخوي عبد السلام يرحم والديك. ابو فارس عطنا اول شيء. الله يكتب اجرهم، والفئه هذه فئه غاليه على الجميع. أقول سارعوا للخير اللي تحبون الجميل في كفالات اليتامى وتفريج الكرب. الله الله. وسد حاجات الأرامل وسقي السلسبيل العطا يحجب عن النار كان الله كتب. عده أبو فارس بالله عليك. يقول سارعوا للخير اللي تحبون الجميل في كفالات اليتامى وتفريج الكرب. وسد حاجات الأرامل وسقي السلسبيل العطا يحجب عن النار كان الله كتب. الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول ما ينقص مال من صدقة بل يزيد بل يزيد بل يزيد. لا إله إلا نعم. وكنا أغلبكم جرب في الموضوع هذا، والله أنك ما تحط شيء تنويب وجه الله، أهم شيء تنويب وجه نعم الله نعم. ولا تختبر الله. الله ما عوضك هالحين بيعوضك بعدين، يفكك أنا أقول لك ينفعك في الدنيا يفرج لك كربة يشفي لك مريض، عسى ربي يكتب أجرهم ويجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم ويوفقهم التوفيق الدارك. آمين آمين. الله يبيض وجيهكم وإن شاء الله. كيف أني وأنا أدير الحلقة؟ والله مالك شكل يا برا بالله. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أخواني الغالين أخواتي الغاليات، من الناس اللي والله تستاهل بعيدا، لأنك بعد البرنامج تعبت ورحت ودرست، وأخبر أنك رحت دبي إذا ما خاب ظني. نعم. وخذيت هناك دور أرفع قدرك، تميزت فيها. استاهل أبونا، استاهل الطيب. إن شاء الله أنك من زود في زود. الله يجزاك خير. الصوت بدأ يروح. الله يرحم والديك. الصوت دائما يخني في الأشياء اللي فيها عاطفة. لا لا إن شاء الله. أنا عبد السلام من خويا، أنا عاد اللي صدق في البرنامج كان العمود الفقري للبرنامج. عمود والله نيتي كل صادق. لا والله ونعم أبو. والله نيتي أتكلم. على طاري برنامج السوق، وش تذكرون من ذكريات السوق؟ وش أمور كانت صراحة؟ الجلسات الظهرية. كان في بساطة يا أبو فارس، كان في بساطة وكان في متسابقين له أخوي عبد السلام، كان في متسابقين يدون صراحة. يعني البث من صلاة الظهر المطبخ، بعدها العصر قابل المطبخ في ناس في الهواء، والله اني ولا ساعه يعني. طيب اجيب العيد واعلمكم من اللي هرب من القناه؟ لا 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 لا، واللي رسل لا 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 جابوا فطور عونا عادي يا رجال، راح اعلم اللي هرب من القناه. عادي روح والله عندي فيديو مع عبد الخالق بخار اللي كان يكذب علينا يقول اني بروح اداوم وكذا، اي بروح اداوم في بيته. علم علم عادي، والمشكله بيته قري أو مسي أخوي بدر فايز علي بكتب الدوسري. طلعنا إحنا وياه، طلعتنا وياهم في الليل، حطنا رجلهم طلعنا. أيام ما كان إيش أيام ما والله ما أقدر أقول خلاص خلاص. إلا إلا لا لا ما أقدر ما أقدر ما أقدر لا بكر خلاص أجيب ما راح على ما بقى راس لا 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 خلاص خلاص يبقى بغيت أجيب السالفة اللي خبرها لا 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 حقت الشيء ولا اللي عارف سايبك. طلعنا انا وبندر فايز، يو دخل البلد مسكت بريك. طلعنا انا وبندر فايز، ايش اسمه اللي كان نطلع معه اللي يجينا الجبني اللي حق العيش اللي يجيب الاغراض. اترك اترك عرفت. المهم احنا طلعنا، احنا رايحين نشتري ملابس في كراسيده قديمه. المهم احنا ولا مكيف ولا شيء، وانها تنطفي علينا. لا ورب الايمان تنطفي علينا. حق طلع امور طيبه، وننزل وندف ننزل من باكستان ويدفون. وين السكينه كانت معك بندر فايز؟ لا اله الا الله. لا جبل الحياه، سوينا اكشن وسوينا حاجه وسوينا وقدمنا ماده ان شاء الله يستفيدون منها الجميع، ويسامحونا اذا قصرنا. ترى ثلاثة شهور كافيه انها تطلع عذاريب وجمال الشخص. وامكانيات ما هي، وامكانيات قليله. وامكانيات قليله، امكانيات قليله. كان كاميرا واحده تري ولا يطردونا بها. امكانيات جدا عبيد، كان كاميرا واحده يطردونا فيها اللي فوقك بالزاويه. امكانيات جدا كان كانت قليله، لكن ادينا اداء حلو. صحيح ان الواحد يمر عليه يوم منفس، انت 24 ساعه وانت وانا والله صدق صدق عن توجه اللي بالي اوجه للناس اللي يكتبون في تويتر، يمكن ما حد راضي الشيء ذا والله العظيم، السب والشتم والكلام اللي مو طيب. المتسابق له اهل يتابعونه، وله والده تتابعه، اخت اخو قرايب يتابعونه. انتم تخطي وتسب انت شو مستفيد يعني من الكلام هذا كله؟ يا اخي ادعموه، عطوه الكلام الطيب، إذا أخطأ قولوا له إن شاء الله يعدلها في المرحلة الثانية. أنا صراحة أشوف عقول إني أنصدم منها، مناقشات حارة، فلان فيه فلان ما فيه فلان. لا لا يا أخي يا أخي، أنت لا تكون تجرح الناس ولا تدخل فنية. شوف فلان جالس عند فلان يسوي كذا ويحط، لا تدخلون فنية ولا تدخلون في تجريح الناس. ترى والله مهيب سهلة، مهيب سهلة إنك ممكن الشخص هذا وحيد أمه أبوه والامه تتابع البرنامج وتلقى لك وحدك تكتب ولا واحد يكتب في انا جازت لي الصوره هذه ودي اشركها. ولا مقطوع الكلام، معنا واحد في البرنامج، معنا واحد في البرنامج الله يستر عليه علي بدون ذكر اسماء، قد كانت امها على الكلمه على الكلمه تحاسبه وتحاسب ومدري ايش، وتزعل من ادنى شيء اي احد يكتب في تويتر. لذلك سؤال يا ابراهيم الروقي، اتفضل ولا ما تفضل؟ تفضل. طيب شكرا لك. أنت يا عيوني يا أول يا بالجوالات هذه، هل كنت يعني تتألم أو تحسس
من القراء الكتابات اللي تقراها اقول لك القراءات اللي والله والله ما كان معي جوال في البرنامج يا ابراهيم ندري ما معك انا لا لا اتكلم لا لا اتكلم صحيح انا معي انا عملت عملت مقدم في ثلاث برامج عملت كذا جوال ما كنت اخذ جوال وكان الجوال يثر على المتسابقين الموجودين ترى المتسابق اللي بتسمع انا بتدخل برنامج الجديد او انك اللي رحت عاد اللي رحت راح ما راح ما انت المتسابق او انتم يا دعم المتسابق او انتم يا جمهور المتسابق ها جتنا العيش اللي فيها تسابق حط هناك حط هناك حط هناك يا لبيك ايش هالزين كله هاي بجيبها والله ما تبعون والله القهوه القهوه حط قهوه مع حط قهوه حط هناك طاولات الطاولات هناك هناك لو تحطنا في الارض فار والله في الارض ايش بالله تحطنا الفرشة الفرشة هذه الفرشة هذه الفرشة انا بجيب لك بس شوف الكادر شوف الكادر شوف هذه كويسه هذه هي ايه يا رضيع صلوا على بس سامحونا من المخرج والكادر كان كويس لا اله الا الله لا اله الا الله قبل اشوف وجهك يا صفتوا صفتوا ورا صفتوا صفتوا